بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل المحاضرات حول الفيت اللي هو فيلد افكت ترانزستور. اوكي، اخذنا في المحاضرات السابقة الجي فيت، الان ناخذ النوع الثاني من انواع الفيت اللي هو الموس فيت، اللي هو شنو اخذناه سابقا مختصر، ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر فيلد افكت ترانزستور. هذا النوع الموسفيت بنوعين تو تايب، بنوعين من الموسفيت عندنا. النوع الاول هو ديبليشن تايب موسفيت، ديبليشن تايب موسفيت، وهذا الديبليشن تايب موسفيت بان شانل وبي بي شانل. فالان راح نبدا حقيقه بالان شانل. الان شانل معناته انه شنو الشانل الوسط الناقل للتيار هو شنو الحقيقه، هو الان تايب. اوكي، فالتركيبة لهذا النوع من الترانزستور هو بهالصورة هذه. اوكي، اذا تلاحظون هنا عندنا شنو، عندنا حقيقة الجيت، وعندنا الدرين، وعندنا السورس، وعندنا السبستريت. السبستريت مالتنا هي عبارة عن بي تايب، هذا السبستريت اللي هو بي تايب، اللي هو من السيليكون او الجرمانيوم، طبعا غالبا يكون من السيليكون بي سبستريت، نسوي ديفيوزد فوقه اللي هو الان تايب. اوكي، بهالصوره هذه، بحيث انه هذه حقيقه هي هذا الشانل الان شانل، هو هذا النوع من اللي هو نسميه ان شانل. اوكي، اكو طبقه عندنا من العازل اللي هو ثاني اكسيد السيليكون اس اي او 2 اللي هو هنا، بعدين يجي فوقه الجيت. فلذلك حقيقه شنو، هذا الجيت منعزل تماما عن شنو، عن السبستريت، عن البي وعن الان تايب. الدرين مرتبطه بواسطه ميتل، اوكي، بالان، والسورس ايضا مرتبط بواسطه ميتل بالان. اوكي، فلذلك حقيقه شنو هذا النوع، شنو نقول احنا، نقول ميتل. الميتل معناته شنو، الدرين والجيت والسورس كلها شنو، متصله بالميتل. اوكي، اوكسايد، الاوكسايد هذا الطبقه العازله اللي هو ثاني اكسيد السيليكون. سيمي كوندكتر، هذا السيمي كوندكتر هو البي تايب والان تايب. فيلد افكت ترانزستور اللي هو الفيت مالتنا. اوكي، فهنا حقيقه شنو الملاحظات على هذا النوع، there is no direct electric connection between the gate terminal and the channel of the MOSFET. ماكو اتصال مباشر بين الجيت وبين الشانل مالتنا، موجود اكو عازل. فلذلك تكون حقيقه المقاومه مال هذا النوع من الموسفيت حقيقه شنو، مقاومه كلش عاليه تصل للميجا اوم. It's the insulating layer of CiO2، يعني العازل مال ثاني أكسيد السيليكون in the MOSFET construction that account for the very desirable high input impedance of the device. يعني حقيقة هذا هو السيليكون، هو اللي يحقق لنا هاي الطبقة العازلة، هي تحقق لنا المقاومة العالية للانبوت، اوكي، المرغوب به. اوكي، فحقيقه هاي الطبقه العاليه هي تحقق ان المقاومه العاليه ات ذا انبوت اوف ذيس ديفايس. اوكي، هذا حقيقه بالنسبه للنظره العامه لهذا شلون تركيبه الان شانل ديبليشن تايب موسفيت. اوكي، الان نجي شنو البيزك اوبريشن، شلون يشتغل هذا النوع من الترانزستور. اوكي، عندنا كيس 1، نضع في جي اس يساوي 0 والفي دي اس اكبر او يساوي 0. اوكي، في جي اس 0 حقيقه هنا شنو، اذا تلاحظون كانه عندنا حقيقه شنو، فور تيرمينالز، عندنا الدرين والجيت والسورس والسبستريت. غالبا السبستريت ترتبط وين، ترتبط وين، بالسورس. فلذلك حقيقه كانه شنو، منطقه واحده. فبالتالي حقيقه راح يصير عندنا شنو، 3 تيرمينالز، درين والجيت، وهذا السورس اللي هي كومن بين الاس اس وبين السورس. اوكي، فنضع في جي اس يساوي 0، معناته شنو، الجيت والسورس نضع نفس الفولتيه، يعني راح نربطها بالجراوند 0، ونضع في دي دي او في دي اس شنو، بوزيتيف. اوكي، فايش راح يكون عندنا حقيقه بهالحاله هذه، هاي كيس رقم 1. ايش راح يكون عندنا، الجيت جراوند والاس جراوند،
وعندنا شنو في دي دي بوزيتيف من هذه الجهة ونيجاتيف من هذه الجهة، يعني شنو ريفيرس بايس. فالحقيقة هذا الآن ايش راح يسوي؟ حقيقة هاي مرتبطة بالنيجاتيف، راح شنو راح يصير؟ تنافر بالالكترونات، فالالكترونات تشبيها راح تسري من الآن من السورس نحو شنو؟ نحو الدرين. خلال هذا الشانل، خلال هذا الشانل للالكترونات، لانه الجيت زيرو يعني ما مسلطين على الجيت اي فولتيه، فبالتالي الشانل راح تكون على حالها هذه بهالكبر هذا مالتها، وشنو راح انه تسري الالكترونات من السورس نحو الجيت، بالتالي اتجاه الكرنت منين راح يكون؟ من الدرين، هذا اتجاه الكرنت نحو السورس. فالاي دي هذا راح يساوي لنا اي دي اي اس ويساوي لنا اي دي اس اس. اوكي، تيار راح يمر حقيقه شنو؟ من الدرين نحو السورس. هذه الحاله الاولى. الان اذا شنو طبقنا فولتيه نيجاتيف على الجيت، فبالتالي حقيقه شبيه الجيت، الجيت راح تكون شنو؟ نيجاتيف. اوكي، والفي دي اس ايضا اكبر. فبمجرد نطبق حقيقه فولتيه نيجاتيف هنا نحو الجيت، اوكي، فايش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا هذا الشكل اللي هذا موجود هنا. اوكي، فهذا حقيقه النيجاتيف ايش راح ايش تسوي لنا؟ حقيقه هذه راح تتنافر، هذه الاشاره النيجاتيف مال الجيت راح تتنافر مع هذه الالكترونات الموجوده بالان. اوكي، وبالتالي حقيقه ايش راح يسوي؟ راح انه شنو راح تدفع هذه الالكترونات شنو نحو البي سبستريت. اوكي، وبنفس الوقت راح تجذب البوزيتيف الهولز نحو هذه المنطقة. اوكي، راح تجذب الهول نحو هذه المنطقة، فبالتالي حقيقة ايش راح تكون عندنا؟ حقيقة هذه الشانل الموجودة هنا هالكبيرة هذه راح شنو؟ راح تتقلص، راح تقل الوث مال الشانل ايش بيه؟ راح يقل. فإذا في جي اس أصغر ويساوي زيرو، في دي اس أكبر ويساوي صفر زيرو، فبالتالي مجرد انه الجيت راح تكون نيجاتيف، فراح انه الالكترونات ايش بيها؟ راح شنو؟ راح تتنافر وانه شنو؟ تندفع نحو البي سبستريت وراح تنجذب الهول، وبالتالي حقيقه هذا الشانل الوث مالته شنو؟ راح يقل. اوكي؟ فاذا نلاحظ هنا بالرسم هنا، اوكي؟ هذا هو الكاركترستيك مالتنا، ترانسفير كاركترستيك، الاي دي بدلاله الفي دي اس، الاوتبوت كرنت بدلاله الاوتبوت كرنت فور ديفرنت فاليو اوف في جي اس. اخذنا حقيقه بالكيس الاولى في جي اس يساوي زيرو. اوكي؟ فحقيقه شنو هنا؟ الـ تزداد الفي دي اس، وايضا شنو؟ الكرنت يزداد الى ان يوصل للبنش اوف، حقيقه البنش اوف فولتج، وبالتالي شنو؟ يصل للساتوريشن ونصل للكرنت اي دي اس اس اللي هو الساتوريشن كرنت. الان اذا نطبق في جي اس نيجاتيف مثلا ماينس 1 فولت، قلنا شنو حقيقه الشانل ايش بيها؟ راح تقل، وبالتالي شنو التيار ايضا راح يصل للساتوريشن اسرع من الفي جي اس زيرو. اوكي، مثل ما تلاحظون الاي دي اس اس ايش بيه؟ قل، وكل ما تزداد النيجاتيف فولتج ماينس 2 وماينس 3 حقيقه ايش راح يكون؟ الكرنت ايش بيه؟ راح يقل اكثر واكثر. اوكي، فيصل للساتوريشن بسرعه ويصل للبنش اوف اللي هو ماكسيمم كرنت مثل ما اخذنا بالجيفت. حقيقه المعادلات مال الكرنت بالنسبه للجيفت وبالنسبه للموسفت الان تايب الدبليشن تايب، اوكي، موسفت هي نفس المعادلات. لذلك تلاحظون الرسم هو نفس. اوكي، هنا حقيقه اذا نريد نرسم الكاركترستيك مالتنا مال الاي دي بدلاله الفي جي اس، طبعا الفي جي اس هنا حقيقه شلون حقيقه رسمنا هذا الرسم؟ ناخذ مثل هذا الزيرو، اوكي، والاي دي اس هنا مثلا قيمته 8، فايضا هنا راح يسقط 8، فالفي جي اس هذه النقطه هي الزيرو. ناخذ لهم ماينس 1 نسقط ايضا انه شنو؟ هذه نشوف قيمه ماينس 1 هي شنو حقيقه هذه بالنسبه للكرنت، هذا الكرنت قيمته، فنسقط على الواي اكسس، ونشوف حقيقه الماينس 1 هنا ايضا نخليها هذا النقطه اللي هي بين هذا الكرنت وبين الماينس 1. نجي للنقطه الاخرى مثل اي دي اس اس اوفر 2 اللي هو شو راح يكون؟ 8 على 2 4. اوكي، فالفي جي اس نحسب الفي جي اس قد يساوي لنا
ايضا نحسبه هنا ونرسم الكاركترستيك. تبدي الكاركترستيك حقيقه هنا شنو؟ من البنش اوف الفي بي اللي هي ماينس 6، وهذا حقيقه اكزامبل راح ناخذه يعني هذا اكزامبل 63 راح نتحدث عنه بعد شوي. الفرق بين الموسفيت الدبليشن تايب موسفيت والجيفيت هو انه الدبليشن تايب موسفيت اللي قابل ياخذ بوزيتيف فولتج، لكن فاذا بناخذ في جي اس يساوي 1 فولت اوكي، فبالتالي حقيقه شو نحصل؟ كرنت كلش عالي. شوف الكرنت حقيقه راح يقفز من 8 الى 10.9، واذا اخذنا 2 راح يقفز حقيقه القيمه كلش عاليه، بالتالي انه يخشى على الحقيقه على شو الترانزستور شويه حقيقه انه يصير بريك داون انه يحترق وينتهي. اوكي ناخذ اكزامبل scale the transfer characteristic for an n-channel depletion type MOSFET with IDSS يساوي 10 ملي امبير and VP pinch off voltage يساوي minus 4 فولت. الجدول السابق ايضا نضع نفسه VGS بالفولت ID بالملي امبير اوكي. فلما VGS 0 ال IDSS هو شنو ماكسيم حسب المعادله اللي هي هذا VGS 0 في الاي دي او اي دي اس اس اخذناها سابقا، فشنو الاي دي 10 ملي امبير نضعها هنا. عندنا القيم هذه اللي حسبناها اللي هي للسهوله 0.3 في بي اللي هي شنو راح يكون ماينس 1.2 فولت، هي تقابل لنا اي دي اس اس اوفر 2 اللي هو 10 على 2 5. ال 0.5 في بي وماينس 2 تقابل لنا اي دي اس اس اوفر 4 2.5، وعندنا مال في بي يساوي ماينس 4 يساوي 0، وهذا حقيقه الرسم اللي هو يكون شنو؟ يكون اللي هو بالاسفل. هذا هو الرسم مالتنا اوكي. فماينس 4 و 0 تضع هاي النقاط وترسم هذا النقاط. تبقى النقطه مال البوزيتيف اللي هي 1، شوف هنا بالنسبه لواحد عندنا شنو تقريبا فولتيه 15.63، نعوضها بالمعادله لانها مو موجوده عندنا هاي القيمه بالجدول. ففي جي اس يساوي 1 بلس 1 فولت، في الاي دي هذا القانون مالته نعوض الفي جي اس بلس 1 والفي بي وماينس 4 ونحسب هذا القيمه نجدها 15.63 ملي امبير. اوكي حقيقه هذا بالنسبه للمحاضره مالتنا، هذا الجزء الاول، وياتي الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.